هلا السقلاوية راحت وانت مبرد دمك وعاطت اجر على اجر لك يا عقيد. شو بدك ياني ساوي مختار؟ بعدين ما بعرف وين راح فيها. لك شو ما كان المفروض نجمع كل قبضايات الحارة ويروح يدوروا عليها ويخلوها من تحت الارض قبل ما يبيعها او يتصرف فيها الواطي. ما في لزوم مختار، ما في لزوم. ابو ادهم شو بنا لسه كل شغلة بتقلي ما في لزوم ما في لزوم؟ لانه السقلاوي ما بركبها غير خيال واحد مختار. ولو هلا بتلحشوا لتحسين ترجع لعندي. شو نسيت كم واحد جربوا يركبوها بميدان الخيل وتلحشوا وترجع لعندي؟ معك حق، هي كانت رايحة عن بالي. يلا وين يا مسحيل؟ بدي روح على ميدان الخيل قبل ما تغيب الشمس. بس بعدها نحن لازم نجتمع مع ضوات الحارة ونحكي بتقليعة المنحوس. طيب لازم نقول لهم شو عملنا بالحريمات. لا يا رجل، هدول بنات شرفها ما بصير نجيب سيرتهم على لسان حدا. يا سيدي بنقول لهم عملنا دالي وبس. السقلاوية رجعت عقيد. ها شو قلت لك؟ الاصيل بيضل اصيل. وبيرجع لعند الاصيل. ايوه. السلام عليكم. الله معك. يا ميت اهلين وسهلين ابو رضا. يا ميت اهلين وسهلين يا ابو فخري. بتعرف يا ابو فخري؟ صدقني كنت مفكره غير هيك. شلون يعني يا ابو رضا؟ يعني وقفتك مع ابو محمد ولهفتك عليه وقلقك على بنته خلوني غير نظرتي فيك. شيء ليش؟ شو كانت نظرتك فيه يا عمي؟ كنت مفكر انه قلبك قاسي وما في جنس الحنيه. لا وليش بقى يا سيدو؟ يعني شنو انا لحام بدبح خواريف يعني؟ لا ابو هيك، بس من كتر ما كنت تضايقه وتتمسخر عليه وتقله ابو جلدي. بيني وبينك انا كنت معروس منه كتير. يعني انا كنت معربن عند ابو نجيب على الدكان اللي اخذها هي. قام اجا هو دفع له برغوتين زياده وسفقها مني. ليش هو بيعرف انه انت مراعبين عليها؟ والله انا ما بحطه بزمتي، بس ابو نجيب قال لي انه بيعرف ودفع له برغوتين زياده. ابي عظم هالرقبه انه ابو نجيب واحد كذاب ومحتال، وقال لحاله بعمل هيك بركي ابو فخري بيعطيني برغوتين زياده نكايه بابو محمد. لك والله ابو نجيب بيعملها، انا ليش ما خطرت لي الفكره؟ يا ابو فخري انت عندك الدكان والله ما نعم عليك وميسر لك امورك، ما شو بدك بالدكان الثاني؟ لك انا كان قصدي يعني في زباين كتير غربتليه بتجي على الشام بدها تاكل وتشرب، واحد بدها ياكل لوقيه لحمه كذا، بحط فيها طاولتين بعده عليها بطعميه وبصقيه وبارك الله. هذا كان رايي يا ابو رضا. يا اخي الله الرزاق، الله يرضى عليك يا ابو فخري. بدي اياك تصفي نيتك تجاه ابو محمد لانه الزلمه تقي وقلبه لله. بعدين وينك؟ لا تصدق ولا كلمه بيقول ابو نجيب، لانه هذا واحد مثل ما بتعرف معبوده البرغوت، ما عم يعمل هيك لحتى يشوف مين فيكم بيدفق أكتر. هلا بيني وبينك أول مدة كان قلبي معبى منه كتير لأبو محمد، بس يعني هيك مع الوقت لما عاشرته وشفته قلبي صفي من ناحيته، وخصوصا بعد ما مرضت بنته الله يعافيها. آمين يا رب الله يعافيها. وحسيت إني أذنبت كتير بحق هالزلمة، قلت لحالي لازم أوقف معه وأرقد معه بهالمرضى، بركي رب العالمين هيك بيطلع بوشنا وبيسامحني وبيغفر لي. إن الله غفور رحيم أبو فخري وبيسامح الجميع. ونعم بالله ونعم بالله. دعي له الله يعافي له بنته بس. يا رب يا رب تشفي له يا رب.